السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك. الله يبارك فيك خويا علينا وعليك. كيف الاجواء ديال الاجواء ديال عاشوره؟ راه زوينه، كيفرحوا فيها الوليدات، وهذه راه تبخير على حساب الناس، ذوك الشعواده اللي كيلوحوا داك الشيء في الطريق. يعني بعدا كاين كتلوح داك الشيء، كدير هذه مزيانه، بعدا كاين هذه تبخيره كتلوحها في الدار، بان ما يشدك لا سحر لا والو، لان كيقواو الشعواده بزاف. الشعواده في هذا الشهر هذا كيقواو فيه بزاف، اكثريه العيالات كيلوحوا داك الشيء في الطريق. كاين بزاف كيلوحوا صريرات، كيديروا فيهم داك الدم ديال العيد كبير، كاين اللي مسكين كيتقاس، كاين اللي كيولي كيطيح. هادو معروفين بالعواشر هادي، كاين الفاسوخ، كاين هاد العشوم مخلطين نص من البحر نص من البر، كيفسخوا بهم الناس الدار ديالهم. شحال حركة جات تقريبا في هذا الوسط؟ المهم العيالات بزاف، اكثريه العيالات الرجاله كيبغيو التوسيخه، بعدا كيبخروا بها غدا، اكثريه غدا في الليل. هما اللي كياخذوا هاد التوسيخه هادي كيديروها في الليل عاشوره. بالنسبه للظاهره تزادت ولا نقصت؟ ورا الظاهره ديال جير السحر زعما كاين ولا؟ ديال السحر تزادت بكثريه، اكثريه الشعواده كثروا. كاين اللي مسكين شحال من واحد كيكون بعقله وقت كيولي غادي كيجمع في الكواعط في الارض، كي بزاف الناس ماشي. شنو الحاله اثرت فيك انت؟ ما اثرت فيا والو، انا كنبيع التفوسيخ. الحاله جات عندك وشكات عليك؟ اه شي حاله جات عندك وشكات عليك واثرت؟ واكثريه بزاف كاين اللي كتقول لك صوبيا شويه الفاسوخ على حساب ولدي مريوح، كاين اللي كيتقاس في هاد العواشر، كاين اللي كيديروا لي داك الشيء في الطري، ما كيديروش ليه هو وكيتغطاه هو، كيتغطاه واحد اخر، كيديروا شي دريه ولا شي حاجه وكيتغطاو هو كيتغطى مسكين. الحاله اللي اثرت فيك بزاف وبقات فيك شويه، هضر شي حاله هذا من ناحيتي انا. من ناحيه الناس اللي جاوا شكوا لي اكثريه كيجيو كيشكيو كيقول لك عطينا شي حاجه زوينه اللي كتبطل داك السحر اللي كيسحروا العيالات، كاين اللي ما كيخافوش الله، كاين اللي بزاف. شنو النصيحه اللي بغيت تقول للناس اللي كيستعملوا؟ واللي كيستعملوا هادشي الله يهديهم، اللي كيخلي خو مسكين غادي مسطي وكيديروا ليه قوة هادشي راه حرام، كيجمعوا لي هادشي وكيلوحوا لي في هاد عيشوره. راه شحال من واحد مسكين كيهبلوه، شحال من واحد انا كنشوفه مسكين بعقلو كيولي كيهز في الكواعط من الارض كيولي غادي، لان ما كاينش اللي تزاد مكرش امه مسطي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سحروه، الرسول صلى الله عليه وسلم سحروه، السحر خرجوه اليهود، اليهود كيسحروا وتبعوا شي حاجه ديال المغاربه هذوك اللي ما كيخافوش الله وبزاف. داك الشيء ثاني كي على حساب الانسان، على حساب العقيده ديال الانسان. كاين اللي كيعتقد في عاشوره مثلا داك الشيء ديال الشعوذه ديال فك فهمتي السحر وداك الشيء، وكاين ثاني على حساب اللي كيبغي يستغل هذه الفرصه مثلا من اجل السحر، من اجل انه هو يدير سحر. وداك الشيء من الطبقه اللي ممكن يستغلها واش الرجال ولا العيالات؟ هو الاكثريه العيالات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك جهنم عامره بالعيالات اخويا. العيالات هما اللي كنشوفهم كيديروا هاد المسائل. الله يهدي الجميع. شنو النصيحه اللي بغيت تقول لهم؟ النصيحه اخويا الله يهدي الجميع وصافي، هادشي اللي يمكن لهم. شباش ولد الحرم الوليدات شنو نوريك؟ كل شيء هو قدامك باينه، ما كاين ما نوريك. هذيك شكون في البحر هذه تبخيره كامله مكموله، هذه حجره الفك، هذاك العرعر الاخر فاسوخ، وكلها كما قلت لك هادشي كامل باين بانها ديال التباخيره ماشي شي حاجه. هادي راه كاين هاد القراعي ديال مزهر باينين واضحا. والحاله اللي كتجي عندكم بالنسبه لهادشي ديال التباخيره كيفاش؟ الحاله اللي كتجي عندكم اللي كياخذوا عندكم هذا؟ وبالعال العين وعلى الديار وعلى السحر، على بزاف د الحوايج كلها. وشنو عندك؟ هاد الظاهره ديال السحر نقصات ولا زادت مقارنه مع السنه الماضيه؟ هو السحر ما عمرو يتقطع، هو السحر من اول زمان. شكون الفئه اللي كيسحروا بزاف؟ هي الرجال. انسى انسى الرجال كاع ما تيسحروا، ما عمر الراجل يمشي يسحر المراه. عمر شي حاجه جات عندك واثرت فيك عاودت لك شي مشكل عندها ولا؟ وبزاف. بحال شكون شي حاجه؟ بزاف د الحوالات، ماشي غا هنايا اللي تقول في سي سليمان ولا نهضر على الخسر مولاي بوسلهام، نهضر على الغرب هذا الاون جينيرال. مازال اثر عليك شنو؟ بزاف الناس مآدين، بزاف الناس، بزاف الناس اللي عندهم الواقعات كل عنده شنو واش من واقعه عنده. ها بالنسى الراجل ما عمرو يأديك، ما عمرو يدير لك توكال، ما عمرو بزاف د الحوايج كاع. حنا مبقاو فهمتيني ندرجوا في هادشي هذا وما ندخلوا لواحد البحر بعيد علينا كاع. شنو النصيحة بغيت تقول لهم؟ والنصيحة اللي ما يأديش المسلم ما يأديش خو المسلم، ما تأديش اختك المسلمة. وهادشي هذا راه اللي درتيه هنا راه تلقاه غدا يوم القيامة ليه، راه اللي حصدتيه هنايا تاكلوا ليه.